طب ريهام، الغنى مع آلة واحدة بس وهي بالأساس آلة إيقاع زي الطبلة صعب؟ لا مع شادي لا بصراحة. اشمعنى؟ ليه؟ بص، هو اوريدي اي حد مغني بيعرف يغني حتى لو من غير اي آلة، فان في آلة مصاحبة دي حاجة حلوة، بس ان انا اغني لوحدي ده المفروض انه يبقى أوكي. طبيعي. حققتي جزء من اللي انت عايزاه، لانك انت قلتي انا بحب الاطفال جدا وكان عندي امل ان انا اعلم الاطفال موسيقى. بتشتغلي على انك تعلمي الاطفال موسيقى ولا الغنى خطفك في حته بعيده؟ يعني خطفك بس او لا. باينه؟ لا، فضلت في وقت وانا في المعهد كنت بدي، يعني بروح كده سنترات بتاعت بدرس فيها الاطفال بيانو وحاجات كده حلو. وغنى، يعني بتعرفي تلعبي وبعمل بيانو كورسات وتعلمي الولاد بيانو؟ وبعلم بدرب صوت كمان. ما شاء الله، دي حاجة تفرح جدا. طب دلوقتي عبد الله صبري برودوسر بتاع البرنامج قال لي انا عايز فيروز تاني. نقول فيروز تاني. يعني ايه بقى؟ نقول ايه الفيروز؟ شط اسكندرية حافظاها؟ يا سلام، ده لو هي جميلة حافظاها. لو حافظاها. مش عايز اسلقك. حافظه ايه؟ اختاري اختاري. استنى افتكر. احنا كنا محضرين لكم شوية لستة توليفة كده بس. طيب حضروا حاجة من اللي انتم محضرينها. لا ماشي، احنا انا موافق. على ما نفتكر حاجة ممكن لفيروز، اصل انا عارف الاسئلة اللي بتبقى مفاجأة دي بتبقى. لا عادي، احنا كله تمام، بس هو ساعات الواحد بيقعد يفتكر انا كده. هنزل عبد الله يقعد يغني هو فيروز. اي نورنا. بودي جاهز؟ جاهز يا ابويا. هنغنيها له. هو احنا لعبنا حاجه من لبنان، فبفكرنا نلعب لكم ورده الجزائريه مثلا، يبقى كده جبنا من هنا ومن يلا هنا، يعني يلا. عشان يلا. بما ان بقى البروجرام متشاف في الدول العربيه كلها، ارجوك فيبقى دوس. دلعنا الناس كلها. يلا بينا. ايه رايك؟ يلا بتونس بيك. يلا بينا. جامد قوي. وبتونس بيك، احنا هنعملها لك. يلا بينا. يلا. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا ويايا، وانجه صوتك طيفك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، طيفك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، وخيالك بيكون ويايا ويايا، لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، واما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. لا دي حاجه حلوه جدا قوي. خالص خالص بالدلع كده.